حول هذا الموضوع ينضم إلينا إبراهيم موسى البدال ومسؤول الموارد البشرية في منظمة حوار عزاز، هو معنا عبر سكايب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أنت. يعني أكيد كان في أهداف كثيرة للمعرض الذي أقيم، يا ترى كان في إلى صدى ولأي مدى تم تحقيق هاي الأهداف؟ طبعا الله يعطيك العافية أنت روان، أهلا وسهلا فيك. طبعا هي الأهداف كثيرة، لكن الهدف الرئيسي من هذا الأمر أن نحن نسلط الضوء على الأشخاص الموهوبين الموجودين حاليا داخل السوري، فكان هي الفكرة الأساسية والهدف اللي كنا عم نسعى له. طبعا بعض الأهداف أنه نظهر هذول الأشخاص، نسلط الضوء عليهم نوعا ما لحتى يستمروا بأعمالهم ويشوفوا نفسهم أن هن قادرين لحتى يقوموا ببعض الأعمال، وفي أشخاص مهتمين فيهم أو في جهات مهتمة فيهم. حلو. طيب نحكي شوي عن أبرز المشاركات اللي كانت بالمعرض حسب رأيك طبعا، ومن مشاركتك ومشاهدتك للمعروضات اللي انعرضت، وبأي جانب كانت، هل بالرسم أم بالنحت أم بالموزايك؟ طبعا الله يعطيك العافية أستاذ أيهم، أيضا أوجه لك الشكر. طبعا هنالك طبعا مثل ما لاحظت أنت كان موجود يعني عدة مواهب مختلفة، في من الرسومات سواء الرسومات الورقية أو بالتلوين، في من النحت على الخشب، في منا كان بالفسيفساء والتركيب وهيك يعني، وهي الامور، في كمان كان في طرف اخر هو تجسيد الواقع اللي عاشوه بعض الاشخاص. حقيقه كان في بعض الاشخاص لهم قصص مؤثره، كان يكون هيك في، كان حدهم في معتقل فجسد واقع الاعتقال اللي كان فيه هو واظهر موهبته في هذا المجال. حلو. طبعا في مشاركين كان صغار كمان لهم دور بهالشيء. والله كان في صغار، يعني في اطفال، كان في مشاركات اطفال، يعني يمكن كان في بعض المشاركين اعمار بال14 او 13 لل17 سنه. شو قدموا بالمعرض؟ رسومات، كانت رسومات من خلال التلوين او هيك. طب ابرز اللي قدموه للاطفال بشو لفت نظركم؟ يعني عم تحكي انت عن مشاركين يمكن كبار وحكوا عن تجاربهم، ولكن الاطفال اكثر شيء يمكن كان ملفت بالمعرض. تمام، هو هذا الاطفال انه حقيقه كان ملفت. عم نسمعك، تفضل. يبدو انقطع الاتصال مع ابراهيم. عم تسمعنا؟ رجع صوت، تفضل. للاسف في تقطع الصوت من المصدر. للأسف ما نقدر نسمعك بشكل واضح يا إبراهيم، كنا حابين نعرف معلومات أكثر حول هذا المعرض والمشاركون في هذا المعرض. شكرا لك إبراهيم موسى البدالو مؤسس الموارد البشرية في منظمة حوار، كنت معنا من عزاز.